السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو هذا ما غاديش نشرح فيه حتى شي درس، مي غادي نخصو باش نعطي واحد النصائح مهمة للطلبة المقبلين على الامتحانات بإذن الله تعالى. دونك ابتداء من الأسبوع المقبل غيبداو الطلبة إن شاء الله في اجتياز الامتحانات ديال الدورة الخريفية جميع المستويات الجامعية، سواء S1 S3 و S5. دونك بغيت نعطيكم شي نصائح اللي ممكن انكم تستافدوا منها باش تكون نتيجة مزيانة بإذن الله تعالى. اول حاجة عندنا نتكلم على هاد الفترة اللي بقات لكم قبل الامتحان اللي هي كتخصص المراجعة. دونك اهم حاجة في المراجعة هو الطالب خاصو يدير تنظيم الوقت، خاصو يدير ما يسمى تنظيم الوقت، جيستيون دو طون، خاصو ينظم الوقت ديالو. كيفاش خاصني ننظم الوقت ديالي؟ يعني ما نحاولش اني نخدم بواحد الطريقه عشوائيه، ما نحاولش اني نخدم بطريقه عشوائيه. يعني كتلقى شي طلبه هو تالف ما عارفش كيفاش يخدم، كيجي كيفيق مع الصباح كتلقاه مثلا كيقرا هاد الماتيغ 5 دقائق كتطلع عليه في راسو كيمشي لماتيغ اخرى ما عارفش شنو يدير. دونك انا كطالب خاصني نقاد واحد لومبلوا دو طون، واحد الوقت ندير فيه واحد البروغرام نقادو، نقول مثلا هاد الصباح هذا غنفيق ان شاء الله بكري، غن بريباري الماتيريال الفلانيه لمده مثلا ساعتين ولا 3 سوايع ولا 4 سوايع، خاصني نلتزم بهذا الوقت هذا. مثلا العشيه غادي نخدم هادي وفي الليل غنخدم هادي. دونك خاصو يلتزم بهذا التنظيم هذا، بهذا البروغرام اللي عطاه، ماشي نخدم بعشوائيه. كاين اللي تالف كتلقى باغ اكزومبل قلت لكم كيخدم شويه هاد الماتير، شفت كتطلع لي راسو يجي داكشي قاصح كيمشي نطق لحاجه اخرى، صافي كيتلف راسو. دونك كطالب خصني نعتمد على تنظيم الوقت، يعني نستر واحد البروغرام على حسب ايام ديال الاسبوع. نقول مثلا الصباح نخدم هاد الماتير، العشيه نخدم هاد الماتير، الليل نخدم هاد الماتير اكسيتيرا، نهار الموالي هكا، نهار الموالي اكسيتيرا، نفس الطريقه نجي ما يجي لي عندي الامتحان حتى القاني انا تقريبا راه ساليت البريباراسيون. دونك هادي اهم حاجه بالنسبه للبريباراسيون هو التنظيم ديال الوقت. ايضا كاين مواد ديال البراتيك وكاين المواد ديال التيوري. بالنسبه للمواد ديال البراتيك خاصني نحاول اني نخدم اكبر عدد من التمارين، اكبر عدد من لي زيكزيرسيس. هي اول حاجه خاصني نخدم لي تيد ديال الاستاذ اللي كيقريني، سلاسل ديال التمارين ديال الاستاذ اللي كيقريني هما اول حاجه خاصني نخدمهم. اون فوا نفهم التمارين ديال الاستاذ ونكملهم نمشي نخدم لي زيكزام ديال نفس الاستاذ. اون فوا نكمل لي زيكزام ديالو ديك الساعات ممكن انني نخدم تمارين اخرين نقدروني يفيدوني، لان ليكزام الله اعلم يقدر الاستاذ يعتمد على التيدي ديالو، يقدر يعتمد على ليكزام ديال السنوات الفائته اللي دار ويقدر يجيب شي حاجه جديده. ديما حيت كاين الاغلبيه التلاميذ شكون كيديروا كيدير واحد الفوت خايب هو انه كيقتصر على داكشي ديال الاستاذ فقط، ما كيمشيش شي حاجه اخرى. ونهار لي زيكزام جي كيتصدم كيلقى واحد ديما واحد 6 بوان ولا 7 بوان شي حاجه ما كاينه كاع في دوك التيد ديما عمرو خدمهم. دونك انا الطالب مع قدام الوقت يحاول انه يريسيرشي، يحاول انه يخدم حوايج اخرى، ولكن ما يقلب ريسيرشي حتى يكمل داكشي ديال الاستاذ، لان داكشي اللي كيقراك الاستاذ هو الاول. عاد تكمل داكشي ديال الاستاذ وتخدمه وكتفهمه عاد كتشوف الحوايج الاخرى. بالنسبه لي ماتيو ديال التيوري، لي ماتيو ديال التيوري ما تحاولوا انكم تحفظوا، لان المشكل اللي كيديروا شي طلبه هما انهم كيحفظوا داكشي عن ظهر قلب. راه ما كاينش شي حاجه سميتها الحفاظه في الايكونومي، لا بالعكس خصني نفهم. اون فوا كنفهم الحاجه ديك الساعات ملي كنعبر عليها بالاسلوب ديالي، وهادشي اللي كيبغوا الاستاذ الاساتذه راه ما كيبغوش كوبي كولي، لان درتي لي كوبي كولي راه تيقول اما هاد الطالب هو طالب اللي عار كيحفظ ما كيفهمش، ولا هاد الطالب كينقل. دونك نحاول انني نفهم الحاجه ونديرها بالاسلوب ديالي. ولا بلي بار دي بروفيسور راه في ليكزام ديال لي ماتير دو تيوري راه ما كيعطيوكمش كيستيون ديريكت، قليل في كتلقى شي استاذ كيعطيك كيستيون ديريكت، اغلبيه كيعطيوكم دي كيستيون دو ريفليكسيون، تيقول لك مثلا اكسبليكي شنو الفرق بين هذا وهذا، ولا كيعطيك واحد لي تيود دو كا شي مساله ولا شي حاجه وتيقول لك جاوب عليها. دونك هادي ما يسمى في تنظيم الوقت. دابا نشوفوا الامتحان، نهار الامتحان شنو خاص الطالب كيفاش خصو يدير نهار الامتحان، يعني في الامتحان ديالو ان شاء الله. نهار الامتحان اول حاجه خصني ديما نهار قبل الامتحان
نكون مرتاح ما ندير فيه والو. والطالب خصو ينعس بكري، يعني ماشي يبقى سهران حتى لجوج ولا ثلاثه ديال الصباح مع شي حاجه يلاه هو بغى يحفظها، وعنده الامتحان 8 ديال الصباح، غادي يمشي دايخ ما ناعس ما والو، حتى لي زكزام عيدوز خايب. دونك خصني نحاول نرتاح مزيان، نشد الراحه ديالي باش نهار الامتحان نكون مستعد 100%. يوم الامتحان كيجيو يحطوك الورقه ديال الامتحان، ماشي انا نجي نتسرع ونجاوب مباشر، نو، نشد واحد 5 دقائق نقرا لي كيستيون، جميع لي كيستيون لي زيكزيرسيس ديال الامتحان، وتوجور كنشوف لي كيستيون ولي زيكزيرسيس لي ساهلين بالنسبه ليا هما اللي نبدا بيهم، ماشي مفروض عليا نتبع داك الترتيب اللي عاطيني في الورقه. انا جاني مثلا كيستيون 4 هو اللي ساهل، دونك كنبدا به هو الاول. مثلا جاني واحد ليكزيرسيس نيميرو 2 هو اللي ساهل، نبدا به هو الاول. وديما بنخدمو لي زيكزيرسيس ما كنحاولش نتسرعو، ديما خصك تخدم بواحد الطريقه اللي هي بشويه عليك، ماشي شي واحد انا باغي نجيب 20، نو، خاصني نخدم حاجه بحاجه، لان داك اللي كيقول يجي الاكزام تيقول اه كبقى سالبي كنقول ليه لا خصني نجيب 20 في الاخر ما كيدير والو، نو، انا كنجي الاكزام باش نجاوب على حاجه بحاجه، كنمشي داكشي بشويه عليا، كنبدا اكزيرسيس ابخي اكزيرسيس، كيستيون ابخي كيستيون. بالنسبه لي ماتيغ بحال لا كونتابيليتي جينيرال، بحال لا كونتابيليتي اناليتيك، هاد لي ماتير هادو اللي كيعطي فيهم دي ايتي دوكا، يعني مساله شنو خصني ندير، خصني ضروري نقرا المساله مزيان اللي كيعطيني الاستاذ، ونحاول ان نديرها فواحد الشيما في لوبغويون، شيما ديال الشيما ديال هذه المساله اللي عاطيني باش ما نتلفش، لان غير حاجه بسيطه ولا معلومه كتمشي لك راه كيمشي لك كل شيء. اوسي بالنسبه لي ماتيغ ديال لا تيوري، كيعطيك الاستاذ كيسيون تيوري، ملي كيقول لك مثلا اكسبليكي، ماشي عاد تمشي نتايا عاد دير لي داك التعريف اللي كاين في الكور ديالو نتا حافظ، نو، خصك تحاول انك تشرح بالفهامه ديالك بالاسلوب ديالك. ملي كيقول لك لا ديفيرونس اونتر واحد الحاجه واحد الحاجه، ماشي كنمشي انا كندير ليه التعريف ديال هادي والتعريف ديال هادي وكنحبس، نو، كنعطي ليه غير فاش كيختلفوا هاد الجوج هذا، كنقول ليه هادي شنو كتعني باغ كونتخ الاخرى شنو كتعني، كنقول الحوايج اللي كيختلفوا بها. ملي كيقول لي مثلا كومباري بين جوج حوايج، ماشي كندير ليه التعريف ديال هادي والتعريف ديال هادي، نو، كندير ليه فاش كيتشابهوا وفاش كيختلفوا، وديما انني خاصني نجاوب على قد السؤال ديال الاستاذ، خاصني نفهم السؤال قبل ما نجاوب. بالنسبه لي زيكزام اللي كيكونوا سو فورم دي ديسيرتاسيون، يعني سيجي واحد ديسيرتاسيون، خاصني ضروري تكتب واحد ديسيرتاسيون ايكونوميك اللي تكون مزيانه اللي تقدر تقنع الاستاذ. دونك خاصني ضروري نبدا بواحد لانتروديكسيون، واحد الانتروديكسيون تكون اللي هي ساتيسفي. الانتروديكسيون كندير فيها اش، اول حاجه خصني ندير بريزونطاسيون ديال لو سيجي، نبريزونتي السيجي ديالي ما نعرفوش، ما نديرش التعريف ديال اش كيعني هادي، هنا ندير واحد البريزونطاسيون ديال السيجي، يعني بريزونتي لو سيجي في الكونتكس جينيرال ديال الماتير اللي كنقرا، الكونتكس جينيرال ديال الماتير اللي كنقرا. مثلا تنقراو الماتير باغ اكزومبل ديال الاش بي او ليستوار دو لا بونس ايكونوميك، ولا مثلا الماتيغ ديال لانتروديكسيون ا ليكونوم، حنا غنبقاو في لانتروديكسيون ا ليكونوم. مثلا البارتي ديال لي بونس ايكونومي، الاستاذ عطاني واحد لا ديسيرتاسيون مثلا، قال لي تكلم ليا على لا فالور شي لي كلاسيك ولي نيو كلاسيك، ولا قال لي تكلم ليا على فالور بصفه عامه، على فالور شي لي كورو ايكونوميك. دونك ماشي انا في لانتروديكسيون نجي نعرف لي لا فالور، لا نقول لي لا فالور اش كتعني التعريف ديالها، نو، خاصني ندير البريزونطاسيون ديال السيجي في الكونتيكس جينيرال ديال لو ماتيغ، نقول لي ان مثلا هاد لو سيجي ديال لا فالور تكلموا عليه مجموعه من المفكرين الاقتصاديين، مجموعه من المدارس الاقتصاديه، واحد المدرسه شنو كتقول على لا فالور، ومدرسه اخرى شنو كتقول على لا فالور، يعني بريزونتي ليه هذاك السيجي اللي عطاني في الكونسيك جينيرال دو لا ماتيغ. اوسي في لانتروديكسيون خاصني نحاول انني نطرح لا بروبليماتيك، هذيك البروبليماتيك اللي غادي نعالجها في لو سيجي ديالي في لا ديسيرتاسيون ديالي، يعني شنو هو البروبليماتيك اللي غادي نعالجها. اوسي من بعد كندير لو بلان، لو بلان غنخدم فيه في الديفلوبمون في العرض، نجيو للديفلوبمون ديال الديفلوبمون. مثلا انا في لو بلان قلت لي غنتكلم في الديفلوبمون على دو بارتي، بروميير بارتي اش غادي يكون فيها، مثلا بروميير بارتي غادي يكون فيها لو تيز، و لا دوزيام بارتي غادي يكون فيها لونتي تيز، دونك خاصني نحاول انني نتكلم غير على لا تيز بروميير بارتي، وغير على لونتي تيز في الدوزيام بارتي، وخاصني نحترم دوك لي زيليمون ديال العناصر ديال الربط، نحترمهم، يعني ما نجيش نبقى نخدم بواحد العشوائيه، خصني نكتب واحد الباراغراف اللي تكون سليمه، ندير واحد لاطاج جينيرال نخدم بها الفكره العامه،
من بعد كندير دي زارغيمو باش دي سيبور باش نسيبورتي هاد الفكره العامه اللي كندير باش نشرحها ليه اكثر. هادشي اللي كنديرو. وفي الكونكلي بالنسبه للكونكليزيون طوري لي كونكليزيون نقدر ندير فيها غير واحد الكيسيون اوفر ولا ندير فيها واحد السانتيج جينيرال دو السوجي اللي خدام فيه. دونك هادشي اللي كنديرو. دونك الله يخليكم اي واحد بيدوز الامتحان ما يحاولش يتسرع ما تسرعوش. راه ما بغيناش راه اي واحد كيتمنى يجيب 20 ولكن الا جيتي انت تقول انا نجيب 20 وبقى تسربي وكنت باغي غير تسربي تتجاوب على اي حاجه باغي غير تسربي راه ما دير والو. دونك نقرا سؤال بسؤال وديما الحاجه اللي كتجيني سهله هي اللي نبدا بها وبشويه بشويه بشويه حتى نجيب بون نوت ان شاء الله. بالنسبه لي زيتيديون اللي كيكون عندهم ليكزام سو فورم دو كو سي ام راه ما يمكنش انك تخدم الكي سي ام وانت تبقى غير دير داكشي عشوائيا تبقى تقمر. نو كي سي ام خصني نقرا كيستيون بكيستيون ودوجور الكي سي ام ماشي يبان لي واحد الجواب وصافي نكوشي عليه ونمشي. نو خاصني نقرا جميع لي ريبونس لانه يقدر يكون ريبونس صحيحه يقدروا يكونوا جوج يقدروا يكونوا ثلاثه يقدروا يكونوا اربعه ويقدر يكون اوكان ريبونس. يعني ما تسرعوش عفاكم حاولوا ديما انكم في ليكزام تركزوا مزيان ونجاوب على خاطري وان شاء الله ربي عاد يوفقكم ولا يوفق الجميع. نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى انكم استفدتوا من هذه النصائح اللي عطيت لكم اليوم وان شاء الله ربي عاد يوفقكم واللي خدم ان شاء الله عاد يتلقى نتيجه مزيانه واللي ما خدمش ويتكاسل داك الشيء يحاول ان شاء الله الى ما دار في الدور العاديه الرترباج يحاول انه يعوض هذا الشيء لان الرترباج راه كيكون فرصه جديده اخرى للطالب انه يعوض داك الشيء اللي فاتو في الدوره العاديه. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميس ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الامتحانات ديالكم والله يوفق الجميع والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.